ولكل من يشاهدنا من خلال شاشة التلفاز. أهلا بك. نعم، في بداية حديثنا يعني نتحدث في موضوع الانتخابات المقبلة، الانتخابات المبكرة، فكان لتيار الحكمة الصوت الأعلى في هذا الجانب، يعني الدفع بجانب باتجاه إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها ولا تأجيل لهذا الموعد. يعني إذا نفكك هذه العبارات فنرى أنه لا حل أمام الجميع سواء كتل سياسية أو جماهير أو مواطنين، لا حل سوى إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد. نعم. بالتالي اليوم نتحدث عن عودة جزء مهم وهو التيار الصدري، جزء مهم في العملية السياسية وشريك أساسي في العملية السياسية، عودة إلى الدخول إلى الانتخابات، ويعني ابتعاد عن ما كان في السابق من قرار مقاطعة وعدول عن قرار المقاطعة. بالتالي مرحبون في هذا القرار وجميع الكتل السياسية يعني تتحدث بهذا الجانب، ونحن كتيار حكمة نقول بأنه مرحبون بعودة الكتلة الصدرية وعدولها عن قرار المقاطعة. بالتالي نتحدث عن موضوعة الوثيقة التي تقدم بها السيد الكاظمي، أيضا كان دور كبير لتيار الحكمة في إقرار هذه الوثيقة وبنود هذه الوثيقة، لأنه نجد بأنه لا حل لهذا الخلافات المتواجدة اليوم على المشهد السياسي وفي الشارع العراقي سوى أن نضغط أو نتجه صوب إقامة الانتخابات المبكرة، لأن هنالك يعني رغبة سياسية من أغلب الكتل السياسية في إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد. في الجانب الآخر نجد جهوزية تامة من مفوضية الانتخابات إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، فلا مبرر لتأجيل يعني الانتخابات عن موعدها المحدد في 10 تشرين الأول من هذا العام. طيب، ربما أبرز يعني ما فهمته من كلامك بأن الميثاق الوطني يعني كان هناك إجماع من قبل القوى المشاركة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، هل عودة زعيم التيار الصدري مقتدى صدر إلى الواجهة وإلى السباق الانتخابي يعد مؤشر أكثر وضوحاً بأن الانتخابات جارية في وقتها المحدد دون تأجيل؟ يعني حتى قبل يعني قرار عدول سماحة السيد الصدر أو الكتلة الصدرية في قرارها المقاطعة والعودة إلى إقامة الانتخابات أو المشاركة في الانتخابات، فكانت هنالك رغبة كبيرة من أغلب الكتل السياسية لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد، وكان لتيار الحكمة الصوت الأعلى في هذا الجانب، فكان لدينا يعني تدخلات من أجل عدول الكتلة الصدرية عن قرارها، فيعني كان دفع في هذا الجانب، تبنى الأمر سماحة السيد الحكيم في بعض الرسائل التي أرسلها إلى زعيم تيار الصدري سماحة السيد الصدر. بالتالي يعني كنا نشاهد ونترقب بحذر هذه المقاطعة. نعم. واليوم قد عادت الكتلة الصدرية إلى طيب. يعني دخولها في العملية السياسية وعدم مقاطعتها للانتخابات. نعم. كما أسلفت في بداية حديثنا، التيار الصدري والكتلة الصدرية يعني شريك أساسي ومكون رئيسي في العملية السياسية، و كتلة يعني لها دورها الكبير في وشريك أساسي في العملية السياسية وفي الكتل البرلمانية، حتى يعني تحت قبة البرلمان لديها يعني 54 نائب، هذا يعني العدد ليس بالعدد السهل أو العدد القليل. طيب سيد كرم، يعني تيار الحكمة في مرحلة ما تبنى أيضا ميثاقا بعد ثورة تشرين، يقول المواطن العراقي الكثير من المواثيق والعهود في العراق تم توقيعها لكنها ليست سوى حبرا على ورق، هل هذا الميثاق الجديد فيه نمط مختلف عن سابقاته؟ يعني إذا تحدثنا عن المواثيق التي تبنتها أو تبناها تيار الحكمة، أنا أتحدث عن ميثاق كان قبل تأجيل موعد الانتخابات السابق. يعني كان لتيار الحكمة دعت إلى ميثاق وطني يجمع جميع الكتل السياسية، يعني كان من أهم ما متواجد به هو توفير الأمن الانتخابي التام وعقد اجتماعي جديد وتغيير في فقرات الدستور. فضلا عن كان لتيار الحكمة، لو عدنا قليلا إلى الوراء، كان لتيار الحكمة
موقف من خلاله، يعني كان موضوعة تشكيل تحالف عابر للمكون والطائفة والقومية، وتحالف طولي يبدأ من زاخو إلى البصرة، وبها يعني يشكل تحالف بهذه المواصفات، في قبال هذا يشكل تحالف آخر بنفس المواصفات، فمن يستطيع أن يحصل على المقاعد الأعلى يشكل الحكومة، والتحالف الذي لم يسعفه يعني أصواته وما شابه إلى أن يتجه صوب المعارضة، وبذلك طيب شكلنا هذا بالنسبة لتيار الحكم توازن سياسي أصيل. عذرا نعم، لكن الوقت قصير، أعتذر منك لكن الوقت قصير. ماذا عن الميثاق الوطني الجديد؟ نعم يا سيدي الكريم، هو من خلال هذا الميثاق اليوم يعني كانت دعوة إلى أنه يعني محاسبة الفاسدين والمفسدين، محاسبة من جيء بحكومة السيد الكاظم من أجلها، التي هي كشف قتلت المتظاهرين فضلا عن إعادة هيبة الدولة، وهذا كله يعني مشترك به الجميع ولا يتحمل طرف دون آخر. يعني حتى كانت في فقرات الكتلة الصدرية والسيد الصدر، هي أيضا نفس هذه البنود المتواجدة في هذه ورقة الإصلاح. طيب سيد كرم، ذكرت خلال حديثك بأن الكتلة الصدرية هي 54 نائبا في البرلمان، وما يلاحظ اليوم لما تستمع إلى خطبة الصدر الأخيرة عندما قرر العدول عن الانتخابات، قال بأنه نحن الكتلة الأكبر، هل ترى بأنه يبعث رسائل إلى الكتل الأخرى بالتعاون أو التنسيق معه خلال الانتخابات المقبلة؟ يعني باب التحالفات هذا أمر مشروع، ويعني ليس مثلبة إذا كانت الكتلة الصدرية تتحالف مع الكتلة سين أو الكتلة صاد، هذا أمر طبيعي ومتواجد ويعني يشهد الجميع به منذ 2003 إلى اليوم، أو من 2004 حتى أكون دقيق، بعد التغيير وبعد الانتخابات التي قامت، فهذا موضوعة التحالفات فهذا أمر طبيعي جدا وأمر يعني ليس بمثلبة. فإذا دعا السيد الصدر إلى أنه يفتح باب التحالفات، ولكن التحالفات أكيد هي ليست قبل الانتخابات ولكن بعد إعلان النتائج، ومن شأن الجميع أنه يقدم في هذا التحالف ويتحالف مع أي إن كان من أجل الإقامة يعني تشكيل الحكومة، فهذا الأمر يعني طبيعي يتحدث به أي رئيس كتلة أو أي زعيم عن موضوع التحالفات، فلا دليل على أنه الكتلة الصدرية سوف تحصد الأصوات الأعلى أو المقاعد الأعلى، ولا بعكس ذلك، فهذا الأمر يعني يترك، وما ستفرزه صناديق الاقتراع جميعنا نقول بأنه نحن مؤمنون بما ستفرزه صناديق الاقتراع، ويعني الانتخابات قائمة في موعدها ولا تأجيل لموعدها في العاشر من تشرين الأول من هذا العام. فضلا عن هذا نتحدث عن أنه هذه الانتخابات ليست كسابقاتها، فهنالك دعم دولي ودعم إقليمي وارتياح دولي من إقامة هذه الانتخابات في الموعد المحدد، فضلا عن دعم مرجعي وتأييد جماهيري وشعبي كبير. شكرا جزيلا لك الأستاذ كرم الخزعلي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكم، على هذه المداخلة.